السلام عليكم، هاي فيكم فيديو جديد. اليوم راح نتكلم معكم عن كيبورد الايباد برو الجديد. راح نتكلم عن الفروقات بين الكيبورد الايباد الجديد والايباد القديم. طبعا الايباد القديم ما عندي اياه، بس راح اوصف لكم شو الفرق فيه. طبعا الكيبورد الجديد سموه سمارت كيبورد فوليو، مثل ما تشوفون هنا. في ثلاث اشكال لاستخدام الكيبورد، فنبدا معكم الاثنين الحين. هذا خلفية الكيبورد. الايباد الجديد الى الان ما تقدر تستخدم الا في الايباد برو 12.9 انش 2018، او في نسخه ثانيه لل 11 انش 2018 برضو. بس الكيبورد القديم ما راح يركب على الايباد هذا الجديد، ولا الايباد الجديد ما راح يركب على الكيبورد القديم. نفتح معكم الكيبورد الحين. اول ما نفتح العلبه يجي الكيبورد هنا، ما تشوفون هذا الكيبورد مركب، يجي مع الكيبورد هذه القطعه زياده بس في حجم العلبه، ما ادري ليش ابل مسويتها. وهنا يجي معاكم كتالوج الأشياء ذي اللي تجي مع الجهاز، الستارت جايد، كيف تستخدم الكيبورد والأشياء ذي كلها. ما راح نحتاج ذي الأشياء كلها، ما أنك بس تطلع الكيبورد من العلبة خلاص، العلبة ما راح تحتاجها، ما فيها أي شيء. الكيبورد يجي باللغة العربية مثل ما تشوفون هنا برضو. اللي حابب يشتري الكيبورد للنسخة 12.9 أو 11 إنش، هذا حساب إنستغرام يوفر لكم. نجي لحق الكيبورد. هذا الكيبورد مثل ما تشوفون، هذه أزرار الكيبورد هنا. اللي استخدم الكيبورد القديم الايباد برو القديم راح يتعلم هذا الكيبورد، لكن الأول مرة لازم يستخدم أقل شيء يومين أو ثلاثة لين يتعلم هذا الكيبورد، لأنه شوي الضغطات حقته خفيفة، مش مثل الميكانيكال كيبورد أو الأشياء ذي الثانية. والحلو فيه برضو إنه يستخدم السمارت كونكتر مثل ما تشوفون هنا، ثلاث حبات دي، يعني ما في باتري، ما يحتاج شحن أو شيء. الثلاث حبات دي تركب هنا في الايباد الجهة. طبعا الايباد القديم كان الكونكتر حقه غير، مثل ما تشوفون هنا ثلاث نقاط للتوصيل هذا. اما مثل ما قلت لكم في الايباد الجديد هذه ثلاث نقاط هنا، فمستحيل تقدر توصل الكيبورد، ما ادري كيف تركبه. نجرب معك اشوف هل بيتوصل. ما اتوقع يتوصل، لا ما يتوصل، لانه هو لازم يمسك المغناطيس. لانه كان الكيبورد القديم مثل ما قلت لكم، الحين راح اتكلم عن الفرق. الكيبورد القديم كان ما يحمي الايباد كله، راح يحمي الايباد بس من الامام، يعني توصله كذا كذا راح يمسك معك مغناطيس ويتسكر كذا. القطعه اللي ورا مش موجوده، فمن الخلف لازم تشتري حق الايباد حمايه او شيء عشان تحميه. اما في الايباد الجديد الحين لا، يحمي من الامام ومن الخلف بالسمارت كونكتر مثل ما قلت لكم من دي القطعه. طبعا قبل ما اتكلم عن القطعه دي، مثل ما تشوفون في الفيديو الحين الواضح امامكم، طبعا ابل حطت 102 مغناطيس في الايباد، وبرضه هنا كل يعرف ان المغناطيس اللي هنا انه يمسك القلم كذا. فلو بنشاهد الحين معاكم مثل ما تشوفون هنا عندي القطعه هذه، راح توضح لكم وين محلات المغناطيس اللي في الايباد. هذه القطعه راح تتاثر مع المغناطيس اللي موجود في اي مكان تحط عليه. مثل ما تشوفون هنا في مغناطيس، طبعا هذا المغناطيس اللي هنا موجود هو لحق القلم مثل ما تشوفون كذا. في برضه لو بنمشي هنا مغناطيس، وفي برضه سبيكر لانه تاثر برضه بالسبيكر. لو نمشي هنا نشوف المغناطيس هنا، راح تلاحظون هنا كيف هنا مغناطيس، هنا شوف النقاط كيف. ابل وزعت المغناطيس في الاكثر الاماكن، طبعا هو يتاثر من ما قلت لكم المغناطيس بالسبيكر وبرضه بالنقاط مثل ما تشوفون هنا المغناطيس كذا. ابل هذا اماكن المغناطيس اللي تساعد في الايباد يمسك في الكيبورد. حلو فيه انه ما يحتاج توجه الايباد لاي مكان، بس تحطه راح يمسك بطريقه متناسقه ويركب مكان الكاميرا وكل شيء. ما تشوفون كذا، بس خلاص مسك وركب عدل. شوفوا كيف كذا الايباد عندك انحمى من جميع الجهات الا الحواف الجهاز اللي مفتوحه، لكن يعتبر حامي لانه شوي بارد الجهه فما راح يتاثر. هنا مفتوح عشان القلم يمسك، تقدر تستخدم الازرار الفوليوم والباور كذا. هذا الكيبورد كيف يمسك معاك. ما ان ابل حطت 102 مغناطيس مرة، تقدر تلصقه في اي مكان يمسك مثل هنا مثل ما تشوفون، راح يمسك معاكم في الثلاجة بدون اي شيء من المغناطيس قوي اللي موجود في الجهاز من الخلف. برضو في طريقة فتح، ما يحتاج تضغط زر أو شيء، إذا سكرته زي ما تسمعون
تبي تحيه يفتح كذا، بس تسكره راح يقفل معك، بيحتاج ما يحتاج تضغط الباور تقفله. تسمعون صوت الحين اغلاق الشاشه، واذا كان حاط رقم سري طبعا نكسر رقم سري، بس تفتحه راح تشتغل الكاميرا عندك او يقول لك دخل رقم سري. والوضعيات اللي موجوده في الكيبورد هي ثلاث وضعيات. الوضعية الأولى إنك تخلي كذا، طبعا المغناطيس قوي مثل ما قلت لكم، مسك بقوة من تحت كذا. لو إنك بتكتب، لو بتفتح أي ملاحظة تقدر تكتب كذا. طبعا في طريقة تغيير اللغات مثل ما تشوف، تقدر تضغط كذا وتروح مثلا العربية. تو وصلني فلازم أتعلم عليه. طريقة سهلة، أول أنجل هنا وفي الأنجل الثاني. طبعا لو راحتك أنت تستخدم هذا المكان، طبعا مثل ما قلت لكم مغناطيس قوي. هذا الأنجل الثاني تقريبا هذا أريح، كل واحد استخدامه. بالنسبة لي هذا أريح في الاستخدام. وهنا مثل ما تقولون الاختصارات الموجودة في الكيبورد. عندكم هنا برضو تقدر تحول بسرعة من الإنجليزي للعربي. توقعت ان في زر اخراج تقريبا، كني شفت انه موجود، بس لازم اتعلم على الكيبورد شوي. هذا الكيبورد اللي بيكتب مثلا في الملاحظات او بيكتب في الوورد ولا الاكسل راح يكون ممتاز عندك. هذا نهاية الفيديو، بس حبيت اني استعرض معكم الكيبورد طريقة استخدامه. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني. والسلام عليكم.